السلام عليكم طلاب، اليوم عندنا موضوع النقل الفعال. شو هي موضوع النقل الفعال؟ ما اعرف ليش الوزاري طلبوا جابوه دائما، لو دور اول لو دور ثاني، ما اعرف يحبوه كلش، لانه بيه شويه فكره. هي احدى طرق اللي تعبر بها المواد عبر الاغشيه. النقل الفعال، تمتص الخلايا احيانا مواد من محيطها الخارجي، رغم انه تركيز هذه المواد داخل الخليه اعلى مما في الخارج. النقل الفعال، خلينا ناخذ تعريفه، تمتص الخلايا احيانا مواد من محيطها الخارجي، رغم ان تركيز تلك المواد خارج الخليه اعلى مما في الداخل. توضحين لنا اكثر. انا اليوم اخرب لكم الفكره، انا اليوم عندي مواد داخل بيتي، اعتبروني انا الخليه، عندي مواد داخل بيتي، بيتي مليان مواد، كل شيء عندي مواد، مواد بالثلاجة، مواد مطبخ، كل شيء عندي كامل. والرجال ده يطلع، قلت له تجيبه بطريقك. واحد اثنين، يا بموعدكم بالبيت هواية احتاجها، لان عندي عزيمة. اذا انا يتطلب من عندي اطلب مواد من برا، رغم انه هاي المواد عندي داخل الخلية اعلى مما في الخارج. اعيد العبارة شوي، اقرب لكم الصورة اكثر حتى تستوعبوها. انا عندي مواد داخل هذه الخلية، كل شيء عندي، عندي كل العناصر، كالسيوم، بوتاسيوم، فسفور، حديد، كل شيء عندي، بروتينات، دهنيات، شحوم، كل شيء عندي، كربوهيدرات، كل شيء عندي، رغم انه هاي المواد داخل خلية. جيبوا لي، انطوني، اريد، احتاج. يابا مو كلها عندك، مو كلها عندك، مو انا اليوم عندي شغل احتاجها. تمتص الخلية مواد من محيطها الخارجي، رغم ان تركيز تلك المواد داخل الخلية اعلى مما خارج الخلية. هاي العملية اسميها النقل الفعال، وهذا يفترض انه اكو مواد قاعده تنتظر موجوده في غشاء الخليه اسمها المواد الحامله. انا خطيه اسميهم العمال، خطيه قاعدين على غشاء الخليه، في غشاء الخليه مواد حامله. هاي شو تسوي؟ تروح تشيل على ظهرها، تحمل الكربوهيدرات او هاي المواد، تحملها تتحد معها وتنقلها، تذبها داخل الخليه وتعود لحمل مواد اخرى. أعيد، شو يقصد بالنقل الفعال؟ النقل الفعال، تمتص الخلايا أحيانا مواد من محيطها الخارجي، أوكي؟ رغم أنه تركيز تلك المواد داخل الخلية أعلى من، شوف مخبوصة الدنيا، أعلى من ما في الخارج. بس احنا نقل فعال، وهذا يفترض وجود مواد حاملة موقعها. جاي سؤال، عرف المواد الحاملة، موقع المواد الحاملة، وظيفة المواد الحاملة. المواد الحاملة يفترض انها موجودة في غشاء الخلية، تتحد مع المواد، يمكنها التحرك من الخارج الى الداخل، وبالعكس تشمر هاي المواد، تتركها داخل الخلية وتعود لحمل مواد اخرى، وهذا يتطلب صرف طاقة. خلينا نحكي بعد اكثر نوضحها. الماده من تتحرك من تركيزها الواطئ الى التركيز الان، تعلمت ست ايمان علمتيني انه الحركه تكون من التركيز العالي للواطئ. بالدروس الماضيه قلتي لي يتحرك الماء او المواد من مناطق تركيزها عالي الى مناطق تركيزها واطئ. شو اليوم عكستي من التجربه؟ شو عكستي كل مو هاي حاله خاصه، هاي اسمها النقل الفعال. شوفوا أنا أحتاج إلى طاقة حتى أنقل هاي المواد. هسا اليوم أنا دا أصعد الدرج من الواطئ للعالي، أحتاج إلى مجهود، أحتاج إلى طاقة. لكن حركتي وأنا من العالي ودا أنزل ركض، لا ما أحتاج طاقة. إذا النقل الفعال حركة تمتص الخلية مواد من محيطها الخارجي، رغم انه تركيز هاي المواد داخل الخليه اعلى من الخارج، وهذا يفترض وجود مواد حامله موجوده فيه.
غشاء الخلية. يمكنها التحرك إلى الخارج إلى الداخل، تتحد مع المواد وتتركها داخل خلية وتعود لحمل مواد أخرى، وهذا يتطلب شنو؟ صرف طاقة أدينوسين الترايفوسفيت ATP. أي هذا يتطلب هاي الحركة يحتاج إلى صرف طاقة. إذن الميزة بالنقل الفعال، طبعاً هذا إجا هاي السنة سؤال إجا عن النقل الفعال، وإجا سؤال على المادة مالت الدرس الموضة مالت التناضح وانتفاخ الخلايا إذا وضعناها في محلول واطئ التركيز. يعني سؤال يعني أسئلة وحدة بدور الأول، إجا سؤال يعني واحد برا لك مباشرة، موضوع مباشرة مع موضوع آخر. أحيانا كنت طلاب شو يقولون الأساتذة؟ هذا إجا بعد ما يجي إحدى السنوات 2019-2020 سؤال بالدور الأول إجا، بالدور الثاني إجا نفسه، بالدور الثالث إجا نفسه، وإحدى السنوات إجا رسم بالدور الأول بالدور الثاني بالدور الثالث. إذن إحنا من نشتغل قبل ما نفكر هذا يجي بالدور الأول وهذا ما يجي بالدور الثاني، يجي بطريقة أخرى. إذن النقل الفعال يقصد به تمتص الخلية أحيانا مواد من محيطها الخارجي، ورغم أنه تركيز تلك المواد داخل الخلية أعلى مما في الخارج، وهذا يتطلب صرف طاقة. سترسمين عملية النقل الفعال وجاي وزاري جاي قليل، شفتكم في الشغلة ست والله أنا ما أحب الرسم، يا تركي ستحجب لي رسمين اختار واحد. هالسنة ما كنت ترك رسم، كان ثلاث أسئلة كل سؤال كان بيرسم، وين تروحون؟ لازم تجاوبون على اثنين. إذن اللي ما حفظ الرسم خسرنا بال 12 درجة. سؤال بيرسم، سؤال بيرسم، سؤال بيرسم، وأنت حقك رسم واحد، سؤال واحد تتركه. إذن لازم تجاوب على رسمين، فدير بالكم، خلي نتعلم الرسم أحسن لنا ونفلت. النقل الفعال يشبه رسم التركيب الكيميائي للغشاء البلازمي. أيضا يحكي عن طبقتين من شحوم مفسفرة. طبعا هاي الدوائر ما بيها عدد، يعني بكيفك ارسم قد ما تريد، ثلاث كرات، أربعة، خمسة، حسوي لكم واحدة زيادة حتى تقولوا إلا بالسرة، وإلا نفس العدد. هذه جزيئات شحوم مفسفرة، هاي طبقة شحوم مفسفرة، هذا أليف يحب الماء، أليف محب للماء، وهذا النافر للماء، وهذه الجزيئات البروتينية شوية هنا مرتب لنا اياها، راسمها أحلى من الغشاء البلازمي. أنا ما يهمني، المهم أنت تعرف هاي جزيئتين جزيئات بروتينية الأركز عليه. ورا ما أخلص هسه الرسم خلي أرسم لي فد واحدة اثنين، مش راح تكون لها رسمة. ناخذ لنا هاي الجزيئات البروتينية ورسم لكم اياها بهالشكل حتى دا اقول لكم ترى هي كلها نفس الشيء. اللي حركز عليه هذه الطبقات وهاي البروتينات، اركز انه خارج الخلية، واركز على داخل الخلية. شنو الميزة عن الرسم الأول مع تركيب الغشاء البلازمي؟ الميزة أنه المواد هنا الجزيئات أو الأيونات المواد قليلة، بينما داخل الخلية طبعا أنا رسمت المفروض ما رسمه هاي بس للتوضيح. شوف المواد داخل الخلية أعلى من ما في الخارج، المواد داخل الخلية هذا الفرق اللي أنا أميز بالامتحان أقول لك من لزمتك فاهم المادة لو لا. من أعرف أنه أنت فاهم المادة؟ من رسمت لخارج الخلية مواد قليلة، من رسمت لداخل الخلية مواد عالية. أضطر أمسح الصبورة لأنه حتى أكمل المادة. خلصنا النقل الفعال حتى أخذ وراها الطرق الثلاثة مالت عبور المواد اللي هي البلعمة، نقول عليها الأكل الخلوي والشرب الخلوي والخارج الخلوي.
طلاب اليوم حنكمل آخر موضوع في نشاطات الخلية عبر المواد عبر الأغشية. وصلنا إلى الشرب الخلوي والأكل الخلوي. الأكل الخلوي أو نسميها البلعمة، أكل الخلايا، مو أكل أكل، لا، الخلايا أكل خلوي أو نسميها البلعمة. وعندنا الشرب الخلوي، وعندنا آخر شيء الإخراج الخلوي. ذن الثلاث مواضيع ارتبطت مع بعضها لأنه تكون واضحة بالطلعيات، جدا واضحة، مثل الأميبا والبراميسيوم وغيرها. كلمة أكل خلوي لو جينا إلى الطلعيات، تلتهم الخلايا، تلتهم كريات الدم الحمراء البيضاء عفوا بقايا الغذاء. شو تسوي الخلية؟ لو أخذنا إحدى الخلايا ونرسمها بهالشكل وصادفت مادة غذائية، رح تسوي جيب، رح تسوي جيب من غشائها. ما منشأ الجيب؟ سؤال وزاري. ما منشأ الجيب أو الحوصلة؟ ست من غشاء الخلية. رح أقطعها لكم بهالشكل. شوفوا الرسم مالنا بالكتاب، هذا الرسم، هذا الرسم مال الكتاب. عبالكم قلت رقم 4؟ مو، لا مو رقم 4. هذا جيب من غشاء الخلية. شوفوا هذا الغشاء مع هذه الشحوم المفسفرة، هاي الأليف والنافر. ها والله العظيم يصير اللي عرفناه. ونكمل للنهاية. بالبلعمة أو الأكل الخلوي رح يتكون من غشاء الخلية، جيب أو حوصلة يحيط بالمادة الغذائية الصلبة. يحيطها ويفصلها داخل الخلية. شوفوا هاي حيحيطها، أكملها بالرسم. هاي كلها أنتم تكملوها للنهاية. شوفوا أنا حاخذ لكم بعض من عندها، أنتم تكملون الباقي. يحيط بالمادة الصلبة مثل كريات الدم البيض العدلة، بقايا الغذاء أو الجراثيم، ويسويها بشكل جيب ويفصلها داخل الخلية. شوفوا هاي الجيب أو الحوصلة. ويهضمها بواسطة إنزيمات الجسيمات الحالة. إذا البلعمة هي طريقة شائعة للتغذي في الطلعيات، تلتهم خلايا الدم البيض، بقايا الطعام أو الجراثيم، أو أي شيء تلقي قدامها مادة صلبة، تحيط من غشاء. شوفوا هاي الخلية سوت انبعاج، هذا الانبعاج قطعته تشوفون، حتى لا تقولون هذا هاي مو 4، هاي مو 3 بالإنجليزي، لا، أو 3 معكوسة بال أو 4 بالعربي، لا، هذه جزء من الخلية صار بشكل انبعاج أو جيب، حاطة بالمادة الصلبة وتركها فصلها داخل الخلية. هاي المادة الغذائية اللي هي الصلبة، وهذا الغشاء بشكل جيب أو حوصلة. وأكمل الباقي. تهضم هاي المواد الغذائية الصلبة بواسطة إنزيمات الجسيمات الحالة، فيتم الهضم داخل الخلايا. فيتم الهضم داخل الخلايا، إنزيمات الجسيمات الحالة. الشرب الخلوي هو يشبه الأكل، هم طريقة في التغذي أو عفوا الشرب في الطلعيات، لكن الفرق أنه الجيب مالته أو الانبعاج هذا صغير. نفس الرسم، ما حغير حتى لا تقولون ستخربطنا. الأكل والشرب نفس الرسم. إيش دا يصير؟ إنه دا يحدث انبعاج صغير، ما يحتاج هيك العملية مال أسوي انبعاج كبير ويسوي لي جيب أو حويصلة، كتاب كتيب، حويصلة يعني حويصلة انبعاج صغير، يحيط بالمادة مكان الصلبة، تصير مادة سائلة. شنو كلمة الصلبة؟ وتخلون مكانها مادة سائلة. وأيضا يفصلها داخل
الخلية. شنو الفرق بين الأكل الخلوي والشرب الخلوي؟ الأكل الخلوي أيضا انبعاج بشكل جيب أو حوصلة من غشاء الخلية يحيط بالمادة الصلبة. أما الشرب الخلوي انبعاج صغير حيسوي لي جيب أو حويصلة يحيط بالمادة السائلة. إذن الشرب أكل خلوي، عفوا الأكل الخلوي يحيط بالمادة الصلبة، الشرب يحيط بالمادة السائلة. المادة الصلبة احتاجت إلى أنزيمات الجسيمات الحالة حتى يتم الهضم داخل الخلية، أما الشرب ما أحتاج إلى أنزيمات. إذن الفرق بين الأكل والشرب، هذا انبعاج هذا انبعاج، لكن الانبعاج سوالي جيب أو حوصلة، هذا سوالي انبعاج صغير حويصلة، المادة صلبة، المادة بالشرب سائلة، صار عندي فجوة أو جيب داخل الخلية، كذلك المادة صلبة المادة سائلة احتاجت إلى أنزيمات بالهضم. في الأكل الخلوي بالشرب ما احتاجت إلى أنزيمات اللي هو مادة سائلة ما تحتاج إلى هضم. أما آخر موضوع اللي هو الإخراج الخلوي يحتاج له رسم، هنخلي خط هنا حتى نفصل رسم الأكل والشرب عن الإخراج الخلوي. الخلية تريد تتخلص من مواد دخلتها بعملية الإدخال الخلوي. عندي مواد دخلت هواية، حتى تتخلص الخلية تحرر مواد من داخل الخلية إلى خارجها، تحرر مواد من داخل الخلية، تبدأ تتحرر هاي المواد من داخل الخلية إلى خارجها. هذه خارج الخلية، هذه خارج الخلية، هذه جيب أو حوصلة وصلتها إلى خارج الخلية تريد تطرحها أو لإفراز بعض المواد، كان تكون هرمونات أنزيمات إلى خارج الخلية. شو هاي كلها جيب أو حوصلة تحيط بالمادة اللي تريد تتخلص من عندها بعملية الإخراج الخلوي. هي عملية تحرير مواد من داخل الخلية إلى خارج الخلية. ولا تنسون هاي كلها غشاء، وهذا الغشاء تنسون هاي الطريقة اللي تتعلمون عليها، هذه الشحوم المفسفرة، كملوا هاي كلها، ما عندي وقت كلها أكملها أنا لكم. هناك تعلمنا شوية، تعلمنا هنا، هذا الباقي كله أنتم عليكم تكملوه. هي عملية تحرير مواد من داخل الخلية إلى خارجها، ليش؟ حتى تخلص من مواد دخلت لي بعملية اسمها الإدخال الخلوي، أو لتحرير بعض المواد ك هرمونات انزيمات اي شيء تتخلص من عندها الخليه خارجها. واذا هاي كلها عمليه اكثرها واضحه كل الشائعه في الطبيعيات. طلاب هنا أنا خلصنا درسنا اليوم، ان شاء الله نلتقي بكم بدروس اخرى، بس الدرس الجاي حيكون درس مميز. اولا خذ موضوع صغير وني دائما الطلاب يسالون عليه، سد داخل بالمنهج لو محذوف؟ الدرس الجاي حنقول لكم داخل بالمنهج لو محذوف، لان اجى سنه وزاري اثناء الحذف. شكرا لمتابعتكم، نلتقيكم بدروس اخرى عبر منصه ابواب. مع السلامه.